بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. مشاهدين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا، إطلالة صباحية متجددة على مدار ساعتين من الزمن، طبعا عبر استديوهات قناة القرآن الكريم مع برنامج ضحى القناة. في هذا اليوم الموضوعاتي الخاص بالأسرة والتربية، عديد الفقرات والمواضيع والأركان نقترحها عليكم في الصبيحة الطيبة المباركة. أهلا ومرحبا بكم جميعا مشاهدين الأكارم، نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا أن نفيدكم ولو بالقليل، وأن نكون في مستوى التطلعات مشاهدينا الأكارم وأحباء هذه القناة الطيبة المباركة، قناة القرآن الكريم. نستفتح لقاءنا هذا كالعادة على بركة الله مع الورد اليومي من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. نسألك اللهم صباحا طيبا ومباركا، وأن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب رحمتك ورزقك. اللهم سخر لنا الطيبين من خلقك، اللهم يسر طريقنا، اللهم اشرح صدورنا بذكرك ويسر لنا طريقنا يا رب العالمين في هذا اليوم الطيب المبارك. بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. من جديد نعود إليكم مشاهدينا، نتواصل على حدود منتصف النهار، سيكون ختام هذا اللقاء الموفق بإذن الله تعالى. دائما نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لإرضائكم بما يرضيه طبعا. أكيد عديد الفقرات والمواضيع المقترحة في هذا اليوم التربوي على قناة القرآن الكريم. توقف الآن لنتعرف على توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس. تحية صباحية عطرة نزفها لكل مشاهدين الأكارم، لكل من استقبلنا في بيته في هذه الصبيحة المباركة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإرضائكم وأن نكون في مستوى تطلعات مشاهدينا الأكارم. عديد الفقرات في هذا اليوم الثامن من شهر شوال 2440 فقراتنا أسرية تربوية تعودتم عليها في هذا اليوم الموضوعاتي الخاص بالأسرة والتربية. البداية ستكون بعد قليل مع ركن البيت الخلوق وفضيلة الشيخ الأستاذ فؤاد برادعي، حديثنا سيكون حول صلة الأرحام. الدكتورة فاطمة الزهراء حرابي ضمن ركن بيتي مملكتي تتطرق إلى كيفية الحفاظ على عاداتنا وسلوكاتنا الإيجابية بعد شهر رمضان. عبد الرشيد أبو بكري سبل النجاح سيتفضل بتقديم مجموعة من النصائح والتوجيهات لكل المقبلين على شهادة البكالوريا الذين نتمنى لهم كل التوفيق والسداد بحول الله تعالى. ختامنا أو مسك الختام سيكون مع فضيلة الشيخ الأستاذ يحيى بوشابو ركن أكبادنا، والذي اختار لنا موضوعا تحت عنوان كيف نربي أبناءنا أو كيف نربي طفلا جادا. كل هذا بالإضافة إلى عديد الفقرات، العديد الروبورتاجات من إعداد طاقم صحفي لقناة القرآنية الكريمة. أما الآن فلكل أحبتنا الصغار نهدي لكم عدد جديد من الرسوم المتحركة، فراشات تسبح الله. كل الفراش يسبح الباري في الصحو أو في جو إعصار، تسبيحنا لله يجعلنا نعلو على الدنيا بإصرار. كل يسبح كيفما يحيا إلى تسبيحه سعيا، يسبح الباري في الصحو أو في جو إعصاري، تسبيحنا لله يجعلنا نعلو على الدنيا بإصرار. في الغابة الخضراء يدنينا حب التعاون من أمانينا، لقلوبنا أمل يوحدها باري. يا إلهي، كثيرا سأذهب وأساعدها. سبحان الله في خلقه، سبحان الله في عظمته، ما أقوى هذا الهواء، إننا نشاهده أول مرة. انظروا إلى البرق وإلى تمايل الأغصان. سبحان كل الفراش يسبح الباري في الصحو أو في جو إعصار، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم، أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. ما نزال متواصلين معكم بحول الله تعالى إلى غاية منتصف النهار، ومن بين ما نقترح عليكم من فوائد في هذه الصبيحة ركن البيت الخلوق مع فضيلة الشيخ الأستاذ فؤاد برادعي، حديثنا اليوم سيكون حول صلة الرحم. بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقامنا الهاتفية التي تظهر من حين لآخر أسفل الشاشة، 021-39-42-42-021-39-43-43. نلقاكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ الأستاذ فؤاد برادعي أهلا مرحبا بكم، وعيدكم مبارك أستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عيدك مبارك، عيد جميع المشاهدين والمشاهدات مبارك كذلك، أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات أعواما عديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله يا رب. نعم.
أمين يا رب العالمين. إذن حديثنا في هذا اليوم عن صلة الرحم، يعني في هذه الأيام الطيبات التي تكثر فيها الزيارات، يعني التهاني وتقاسم فرحة العيد بين الأهل والأقارب والأحباب والأرحام. جميل أن نتذكر ونذكر بالقيم والمعاني السامية التي تحملها هذه العبادة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. نعم فعلا، كما ذكرت أنه بعد شهر رمضان، بعد شهر الطاعة والعبادة والقرب من الله تبارك وتعالى والتقلب بين عبادة الصيام وعبادة القيام وعبادة قراءة القرآن الكريم وعبادة الصدقات وتذكر الفقراء والمساكين، يأتي موسم العيد تتويجا وفرحة بإتمام العمل وإكماله، لأن الأعياد جعلها الله تبارك وتعالى وكأنها تتويجا للأعمال الصالحة، فيفرح فيها الإنسان المؤمن بما قام به من جلائل الأعمال. فجاء عيد الفطر بعد شهر رمضان، بعد شهر الطاعة والعبادة، وجاء كذلك عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة وإتمام المناسك، فهذه هي شعائر الله تبارك وتعالى. وأهم ما يميز هذه الأعياد كما ذكرت هي ذلك التزاور الذي يحدث بين العائلات. أردنا أن نذكر بأن هذه هي عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى قبل أن تكون عادة من العادات. فالإنسان حينما يقوم بهذا الأمر لابد بداية أن يعلم بأنه يتعبد الله تبارك وتعالى بصلة الرحم التي أمر الله عز وجل بها في كتابه العزيز، بل نهى عن قطيعة الرحم، أن يقطع الإنسان رحمه، وجعل هذا الإنسان الذي يقطع الرحم مفسدا في الأرض استحق اللعنة من الله تبارك وتعالى بسبب هذا الفعل الشنيع الذي قد يستصغره كثير من الناس ويظنون بأن فائدتهم في الصلاة والصيام والقيام، ثم بعد ذلك يتركون التزاور ويتركون صلة الرحم، بل يقطعون صلة الرحم ولا يعلمون عظم هذا الجرم الذي قاموا به. والله سبحانه وتعالى يشنع هذا الأمر، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القاطع للرحم وكأنه مفسد في الأرض، ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى عقابهم في هذه الحياة الدنيا. وهذه ربما حقيقة نجدها أنهم لا يعتبرون ولا يتعظون. قال الله عز وجل: أولئك الذين أصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم ليس بمعنى أنهم لا يسمعون، ولكنهم لا يستعملون ذلك السمع في الفهم في مراد الله تبارك وتعالى، وكذلك أعمى أبصارهم، فهم لا يعتبرون بما جعله الله تبارك وتعالى من الآيات الواضحة الجلية في كتابه العزيز، فلا ينتفعون بما أمر به الله سبحانه وتعالى. لذلك صلة الرحم هي من أهم القربات ومن أهم الطاعات، ولذلك جاء في الحديث: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى خاطب هذه الرحم وقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. في هذه الأحاديث في الحقيقة هي أحاديث عظيمة يدرك بها الإنسان أنه من قطع رحمه وكأنه قد قطع الصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. وإذا قطع صلته مع الله سبحانه وتعالى فمن يكون له بعد ذلك؟ فلذلك هذا الأمر هو أمر دعت إليه شريعة الإسلام، قضية التزاور، قضية صلة الرحم. وسميت هذه الرحم بالرحم للأقارب، أي صلة الأقارب. وسموا بالأرحام أو ذوي الأرحام لأنهم من رحم واحدة وهي رحم الأم. والإسلام والقرآن الكريم دل على ذلك في قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه الرحم. كيف بهذا الإنسان الذي له أخ من رحمه ثم بعد ذلك يقطع الصلة بينه
أو معه في هذه الحياة الدنيا فيقاطعه ولا يكلمه ربما لأتفه الأسباب، وهذا سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أكيد. نعم. ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن يعني الواصل ليس بالإحسان لمن أحسن إلينا، وإنما الصلة الحقيقية تكون لمن أساء إلينا ومن قطعنا، مثل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فعلا، كما ذكرت هذا الحديث النبوي الشريف: عاداتنا أصبحت أصل من وصلني وأقطع من قطعني، بمعنى حتى بالعامية يقولوا أنا اللي جلي نروح ليه واللي ما جاش ليه ما نروحش ليه، وهذا هو الخطأ الذي نقع فيه وللأسف الشديد. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصلة الحقيقية هي أن تصل من قطعك. وجاء رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن لي أقاربا أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي. فرسول صلى الله عليه وسلم بين له بأنه لا بد أن يتصرف معهم دائما تصرفا إيجابيا، وقال له: فكأنك تسفهم المل، أي الرماد الحار. ثم قال: ولا يزال لك من الله ظهير، بمعنى ناصرا من الله سبحانه وتعالى، سينصرك ما دمت متواصلا أو مستمرا في هذا الفعل، وهو صلة الرحم الذين يقطعونك. فالإنسان دائما عليه أن يضع نصب عينيه إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يقوم بهذا الجانب من باب الطاعة ومن باب القرب من الله سبحانه وتعالى والالتزام بما أمر به الله سبحانه وتعالى. وصلة الرحم كذلك لابد علينا أن نفهمها، هي صلة الرحم في الحقيقة هي تفقد الأقارب، لا نكتفي بالزيارة بل تفقد أحوالهم وحاجاتهم. إذا كان هنالك فقير في العائلة لابد للرحم جميعا أن يتعاونوا معه، إذا كان هنالك مريض لابد من زيارته وتفقد حاجاته وتفقد أحواله. ولذلك جاءت هذه الشريعة، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي من أهم خصائصها هي صفة الرحمة، حيث قال الله تبارك وتعالى واصفا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة لابد أن تتجسد بين الأقارب، بداية بين الإخوة والأخوات، بين الأعمام، بين الأخوال، بين هذه الدائرة، فيعيش الإنسان متراحما مع إخوانه، ثم بعد ذلك متراحما مع المجتمع الكبير بعد ذلك، فينطلق بهذه الرحمة. فصلة الرحم بمعنى تفقد الأحوال، إذا رأينا فقيرا فإننا نساعده، بل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بينا بأن الصدقة للقريب لها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. بل الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهؤلاء لابد علينا أن ننظر إليهم بهذا الجانب، أي أن هذه الصلة لابد أن يكون فيها نفعا للآخرين. كذلك الأمر الآخر هو البشاشة والتبسم في وجوه الناس. هنالك من تذهب إليه مثلا تجده عبوسا، وجهه عبوسا، لا يستقبلك استقبالا جيدا، لا يبتسم في وجهك، لا يبش في وجهك، وهذا خلق لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشاشة، بطلاقة الوجه، بحسن الاستقبال، بالإكرام. نعم، وهو أول الإكرام أن تستقبل الإنسان ذلك الاستقبال الذي يليق به، فتتبسم في وجهه وترد عليه السلام وتهيئ له المكان الذي يشعر بأنه مرتاحا فيه. كثير من الناس تجد عندهم ذلك الجفاء وتلك القسوة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعانا إلى الرفق واللين، وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. نعم. أكيد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب فضيلة الشيخ، حبذا لو نذكر بمن هم يعني ذوي الأرحام. نعم. من هم الأشخاص الذين تربطنا بهم صلة. نعم. رحم، والذين يعني لا يجب مقاطعتهم وحرام علينا إذا ما قطعنا. نعم، هنالك ذوي الأرحام من جهة الأبوة ومن جهة
العمومة ومن جهة الأخوال أو من جهة الأمومة. نعم. فأولا ذو الأرحام بداية هم الآباء والأمهات، كثير من الناس للأسف الشديد يقطعون أقرب الناس إليهم وهم آباؤهم وأمهاتهم، ويجب صلتهم بالقول اللين بالفعل الحسن ببرهم وعدم يعني عقوق الوالدين وما إلى ذلك، فهذه هي أول الصلة التي ينبغي أن تكون أو أن يكون عليها الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قرن عبادته وطاعته بالإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأول الأقارب هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ثم من جهة العمومة الأعمام والعمات وأولادهم، ثم من جهة الأمومة كذلك الأخوال والخالات، فهذه هي دائرة الرحم التي لا بد للإنسان أن يصلها. وهنالك من الفقهاء من عدوا أن كل وارث هو من الرحم، فقاسوا هذا الأمر بالميراث، كل من ترث منه أو يرث منك فهو من رحمك ويجب عليك أن تصله. ففرصة العيد هي فرصة للتزاور، ولربما يكون هنالك تسامح، نعم، إذا كانت هنالك خلافات أو تقاطع أو شحناء، ففرصة العيد هي فرصة التغافر، حتى نحن في عاميتنا نقول التغافر، وكأن الإنسان يغفر لأخيه ويقبل كذلك عذره ويسامحه، فهي فرصة للتزاور والتسامح. وهذه الأيام كلها أيام عيد، بما أننا على مقربة من هذه الأيام، فهنالك من لم يتح له الأمر مثلا في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، فنحن في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، فعلينا أن نجدد هذه الصلات وأن نسامح بعضنا البعض وأن نتواصل مع بعضنا البعض، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ربما تكون صلتك بقريبك صلة حسنة وجيدة، ولكن صلته هو مع إنسان آخر تكون هنالك نوع من الشحناء أو من القطيعة، فهذا الذي يصل قرابته لابد عليه كذلك أن يزيل هذه الشحناء وأن يكون واسطة خير للإصلاح أو لإصلاح ذات البين. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن إصلاح ذات البين أفضل درجة من درجة الصيام والصلاة والصدقة، فلذلك الإنسان أثناء صلته للرحم كذلك لابد عليه أن يسعى أن تكون جميع أفراد العائلة مجتمعة على تقوى من الله ورضوان في هذا الموسم السعيد، فتكتمل الفرحة على الجميع بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله تعالى. وهل يعني نكتفي بزيارة أو وصل أقاربنا وأهلنا فقط في الأعياد والمناسبات؟ هل يعني من لم يزور، من لا يزور أقاربه يعني في غير عادات الأعياد والمناسبات يكون قاطع لأرحامه؟ هو التواصل على حسب قدرة الإنسان، فالإنسان نعم على حسب ظروفه وعلى حسب، ذكر الفقهاء هذه المسألة فقالوا على حسب قدرة الإنسان، على حسب بعد المسافة، على حسب ظروف هذا الإنسان، ولكن المهم أن الإنسان يسعى في التواصل ولو عن طريق الهاتف إذا كانت المسافة بعيدة. أما إذا كان هنالك قرب فعليه أن يتواصل وألا يجعل مواسم العيد فقط فرصة للتواصل، لأن مواسم العيد فقط تعتبر قطيعة إذا اقتصر الإنسان عليها، فمرة في السنة تعتبر قطيعة، فالإنسان لابد عليه أن يتفقد الأحوال من حين إلى آخر. أكيد. ومعنا أول مكالمة هاتفية فضيلة الشيخ، معنا راضية من خنشلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته راضية. وعليكم السلام ورحمة وبركة أختي ابتسام، وشحوالك؟ لا بس الحمد لله. وانتم مع شراكم صحة عيدكم؟ بعيدي وتزيدي إن شاء الله حبيبتي، بعيدي وتزيدي. والله غير أنك وحشة عندي بزر ما درت معك. لا تريد وحشناك في الحقيقة، عندناش حبيبتي سمعناش صوتك. ربي يخليك، تحية طيبة لك، تحية طيبة للأستاذ برادة، حايد وكل عام وهو بخير إن شاء الله. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. ربي يحفظك يا شيخ، والله كلامك حلو يا شيخ، وصافي نقول لك باش نكونوا واقعيين، كي نسمعوا الهضرة تاعكم نلقاوها حلوة بزاف وفي المنطقة تاعها. نحكي نجي نشوفوا الواقع شويه، نلقاو روحنا بعدنا على الحوايج هذه.
كنت تتكلم على صلة الرحم وعلى كل شيء. والله يا شيخ نقصت، باش نكونوا صراحة نقصت بزاف. دوك ولاو باش يروحوا الا كي تكون مناسبه، والاكثر من هذا الا تاع بالمزيه، تاع انا نجيك بالمزيه ماشي نجيك على خاطر ربنا سبحانه وتعالى قال الشهاده، ولا فرض علينا الشهاده على خاطر ربنا سبحانه وتعالى وصل صله الارحام هذه بنفسه. نعم. وكاين حاجه واحده يا شيخ، كي نجي نشوف اخرين يصلي ويبكي ويديروا كلش تقول ما شاء الله، بصح في الجانب هذا تاع صلة الرحم ناقصين. تلقاه عنده خوه ولا مثلا عنده خال ولا عنده عم وراه مريض ولا فقير ولا حاجه وما يسقسيش عليه، وفي نفس الوقت هو يخدم في الخير بزاف. نعم. هذا هو تدخل الشيخ. شكرا. الله يحفظك. شكرا نادية على هذه المداخلة الطيبة، بارك الله فيك أختي، إن شاء الله ما طوليش علينا إن شاء الله الأخت رادية. أمت الله من سطيف، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بك يا أختي. السلام عليكم. صحة عيدكم، الله مغفر للجميع إن شاء الله يا رب. آمين يا رب العالمين، عيدكم مبارك. وكل عمل قناة القرآن وإذا على طنية إن شاء الله. شكرا، الله يسلمك أختي. شكرا. عندي سؤال الأستاذ القرافعي. نعم. يقول عيد مبارك لك والأهل وكل الأحزاب إن شاء الله يا رب. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. كل الأهل والأقارب وكل المشاهدين وكل العالم الإسلامي بأسره. آمين. سيدي فاضل، عندي مداخلة، عندي كدعاء أختي، عندي جدا سعيد أنها تحتضر. الله أعلم، ربما أنها تحتضر لأن أنها أصبحت تتحدث مع الأموات، والمشكلة أنه أختي رغم أنهم يصلوها ويزوروها ويعودوها بصح ما حبوش يسامحوها، لأن الأستاذ فاضل خرجنا من تحت الأرقام. واضح سؤال، معليش تعاودي لنا هذا الأستاذي فاضل. ذهبت في العيد. نعم. قلت أن الجبل سعيد تحتضر. نعم. أختي ما حبوش يتنفع، أخشى أن تكون روح جدتي معلقة بمسامحة في أمي وأختي. لأن العائلة نتاعنا هذه جد وأخا وأعماني دمرونا تدميرا شاملا. أنا ما سامحت لها، أنا ذهبت إلى جدة طلبت منها أن تسامحني، فقالت لي إنك إنني أسامحك يا ابنتي ولن تؤذيني في شعرك. فلما قلت لها يا جدتي لقد سامحتك ويا الله يرضى عنك ويختم لك بالخير، أستاذي فاضل تبكت. نعم. بكت جدتي لأنها تعلم ما فعلت بنا. والله أنا عندك أختي ان شاء الله اتمنى لها كل الخير ان شاء الله، حسن الخاتمه لها ولنا جميعا يا رب العالمين. انا اسال من الاستاذ الفاضل سؤالي يسمح ان جدتي ان اختي وامي لم يرضيا ان يسمح، توسلت اليهما للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. بكل صدق انا قلت لاختي اجري في جلسه بينك وبين مولاك. نعم. هي مداخلتك واضحه امه الله. كانت الفاتحه. نعم، سؤالك واضح، بقي معنا تسمعي النصائح فضيلة الشيخ، بقي معنا. أريد الرقم الهاتف أستاذ فرج. بقي مع الزملاء، أنا أقدم لك إن شاء الله رقم. شكرا. بارك الله فيك. وفيك بارك الله أمتي. السلام وبركاته. شكرا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هبة من فرنسا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. اختي فوالا، حبيت جوست نعطي انا في اوفا ماشي انا في اونفيت انايا اسكو كي تقطعي كيفك لي انا بالك سي لا بروميير فوا ما كاينش مشكل، خدي راحتك. حبيت بس نسقسي، شوفي انا الحمد لله ما عندي حتى مشكل مع الرحم ديالي كامل الحمد لله، ما عندي صرالي مشكل مع اختي ولا نتقلق ولا، مي توجور ضامير تاعي ان بني نقول انفوسيت باش نقطع كل واحد خير لافامي ديالي وغير يعني على بالي واش معناتها قطع الرحم، باسكو الحاجه هذه هي حاجه يعني من الكبائر. الحمد لله لا يكون عندي مشكل مع اختي ولا جامي ندير في راسي نقطع، نقول توجور غادي زعما وانا ندير كبيره في خواتاتي دوك نقول توجور غي ولو ليا، مي ماشي من دير زعما قدي ماشي مليح ولا، المهم ماشي هذا هو الموضوع. الحمد لله ما عندي حتى مشكل. انا عندي هنايا وين نسكن هنايا في ليل، عندي حبيبه
ميرسي يا الخير ما نكذبش يعني الحمد لله وصلت في وقت شدة الإنسان ما يكذبش كما يقولوا غادي كما يقولوا مستعرفة في الدنيا وفي الآخرة وشنو ما نكذبش عليك أنا شوية دائما ما غير هي دارت فيا الخير وكامل في يا ربي تسمح لي توجور ندعي السلا تقول يا ربي تسمح لي وراني ضمتها توجور عندي شوية النقص من جهتها ما بعديش على هكذا ما عنديش هذيك الراحة التامة ويا ربي تخسر لي. المهم هي ضربتها دارت عفس انا يصح ما نعيطلهاش ماشي من باب ما قطعتها ما درتش فيها في القطعه الجامي درت فيها في القطعه وشنو هي ما تعيطلهاش انا ما نعيطلهاش هذا ما كان يعني شوف كاينه غير هذيك لا كوبير هذا ما كان. المهم وبعد انا سمعت بلي دارت يعني هكذا دارت فتحه الوليده وما عرفتنيش وعرفت يعني الناس اللي نعرفهم وبعد انا كي نهار في حق العيد قلت باغي نعيطلها حنا ما كان حتى مشكل ما ضربنا ما والو يعني غير هذيك تاع زعما نقولوا حنا عزت النفس كيما نقولوا فهمتيني اختي فهمتك زعما الكره هي ما نعيطلهاش انا ما نعيطلهاش هذا ما كان ما كان حتى حق ما كان حتى حاجه. المهم وبعد حتى قريت العيد اللي تبع شي تفكرت عقلت ولا غير نعيطلها هذيك زعما نعيطلهاش معليش انا نعيطلها باش ماشي حتى سبيسيال ماما العيد باش نعيطلها بغام بغيت حياتي عيطت لها حتى تنشكت مش تقربي معاها وبعد قالت لي هذا وين قلت لها المهم تاع ظروف قالت لي انت ما فيش تحوسي قلت لها ومنها هكذا يعني ماشي زعما حاجه كراف ولا وبعد قالت لي دوت فاش راني درت فتحه لوليدي وما عرفتكش انا شغل ما كذبش عليك شغل سكنتني شغل اختي زعما هدا اللي دازت في الحاجه و المهم انا كي كانت تهضر معايا هذيك الدقيقه هذيك شغل خلاص طاحت من قلبي ما كذبش عليك سوغ دو كو وقت انا ماشي حقوديه ماشي زعما مي سوغ دو كو شغل جاتني صدمه يعني زعما ما سميتهاش كامل خاطرش ما كنت نسمعها ما درتش ما درت لها والو. المهم وبعد حشرت قالت لي دو توت فاسون نهار ثالث موات جوان قالت لي ارواحي قلت لها صافي دوكا ما عيطلكش ما تعرضينيش قالت لي نعرضك نبعث لك معايا صاحبه واحده اخرى ما قالتش زعما بنتي تعيط لك ولا نجون ولا وليدي ولا المهم حلفت باليمين يعني قلت بعد الحق العيد يا ربي تسمح لي انا مات نيتي شوف نيتي خويا وقلت لها قلت راح نعيط لها نهار العيد يعني قلت نسبق قبل نزيد 27 باش نهار العيد ما تقوليش سبيسيالمون عيطي لي غير نهار العيد باش بعد حلفت باليمين قلت والله ما نعيط لها باسكو حلفت لي هذه تاع مخيبه الحال ماشي زعما تاع وصح ما عيطلهاش ودرت في راسي قلت والله ما نشدق على التوليده وسؤالك حول الحلف عرفتي العرس ثاني جور هاي شلفت اسكو يعني حرام عليا اسكو راني دايما الدعم تاعي انبني وانا شفت في سونستيم ما نحبش بالحرج شغل ما عنديش حتى واحد ان شاء الله لك غير خير اختي هبه ما تحرقيش بصح يا ربي تسمح لي وما زعما هذا لانه ضميرك حي ما شاء الله وانا شنو ما نحبش تقدر الناس صحيح. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ما يكون غير خير هبه ان شاء الله ان شاء الله يا رب ابقي معنا هبه راح يجاوبك ان شاء الله ان شاء الله يصلح لي الطيره يا ربي انت وحده وانا مربيتها وحدي والحمد لله ربي ان شاء الله ربي يقدرك ويوفقك يا رب العالمين تحيه لك هبه الكل ماشي مشكل تفضلي يا اختي شكرا بارك الله فيك هبه شكرا الله يسلمك شكرا جزيلا لك هبه ربما نجاوبوا هكذا على المتصلات يعني رادية من خنشلة تحدثت عن يعني صلة الرحم في وقتنا هذا يعني أنه فيه بعض الأشخاص يعني متعبدين الله سبحانه وتعالى صلاة وصيام والقيام إلى ذلك لكنهم لا يحسنوا إلى أقاربهم وإلى أرحامهم وربما يسيئون إليهم كذلك. نعم فعلا هذا واقعنا وللأسف الشديد أن كثيرا من الأحيان نجد بعض الناس يعتنون بالجانب التعبدي وإصلاح علاقتهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وينظرون إلى صلتهم مع الناس وكأنها من نوافل العبادات أو وكأن الله سبحانه وتعالى لا يسألهم عنها. دائما نذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى في شأن أولئك الذين دخلوا إلى نار جهنم فقالوا ما قاله القرآن الكريم حينما سئلوا عن سبب دخولهم إلى النار ما سلككم في سقر أي في نار جهنم قيل بأنها اسم من أسماء نار جهنم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين بمعنى أن علاقة
علاقتنا بالله تبارك وتعالى لم تتحقق، وعلاقتنا كذلك بالمجتمع لم تتحقق. فالإنسان سيسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لا يسأله عن الصلاة والصيام والزكاة والقيام فقط، بل يسأله الإنسان على والديه، على إخوانه، على أخواته، على أعمامه، على عماته، على أخواله، على خالاته، على هؤلاء الأقارب. يسأله كذلك حتى على الفقراء، على المساكين، إذا كان غنيا موسرا أعطاه الله تبارك وتعالى من أصنافه المال، فإن الله تبارك وتعالى سيسأله عن هذا المجتمع الذي يعيش فيه. فإذا علم الإنسان بأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسأله، فإنه يستشعر بعد ذلك هذا المعنى، ويعرف بأن وظيفته التعبدية كذلك تقتضي منه السؤال عن الآخرين والإحسان إليهم وصلة الأقارب. وذكرت أمرا آخر، وهو أن كثير من الناس يفعلون الخير في الأجانب ولا يفعلون الخير في أقاربهم. نعم. فهذا مخالف لنص القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: الأقربون أولى بالمعروف وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالإنسان لابد عليه أن يبدأ في الإحسان بقرابته، حتى أن أحد الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن لي مالا أريد أن أتصدق به. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعله في قرابتك، بمعنى ابدأ بالأقارب ثم بعد ذلك عليك أن تذهب إلى الأباعد. هذا للأسف الشديد ما نلاحظه في واقعنا، فعلينا أن نصحح جميع هذه المفاهيم وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا، حتى لا يكون تعبدنا وديننا دينا مغشوشا أو عبادة مغشوشة، نأتي على بعض الأشياء منها ثم نترك البعض الآخر الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. وهذا ربما هو شأن اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أكيد. نعم. أمت الله نصطيف يعني تقول أنه جدتها على فراش نعم. الموت والله حينما يكون الإنسان على فراش الموت فعليه أن يغلب جناح الرجاء على جناح الخوف. فهذا الإنسان دائما نذكره برحمة الله تبارك وتعالى، بمغفرة الله عز وجل له، ثم إذا كان هنالك علاقة سيئة معه علينا أن نصفح وأن نعفو، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعتك. فهذه هي أخلاق الإسلام وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسامح أقرب الناس إلينا. كيف نرجو عفو الله تبارك وتعالى ونحن المذنبون ونحن المخطئون، ونرجو رحمة الله عز وجل ونحن لا نعفو عن بعضنا البعض؟ فنقول لجميع أولئك الذين يرفضون العفو، نقول لهم: إن أردتم عفو الله تبارك وتعالى فعليكم أن تتعافوا في المظالم بينكم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيحتنا لهذه الأخت أو لهذه الوالدة التي امتنعت عن الصفح وعن التواصل مع هذه الجدة، هي في الحقيقة هي قاطعة للرحم كذلك، إذا لم تصل من قطعها فهي قاطعة للرحم، ستسأل عنها يوم القيامة. فالواجب عليهم أن يذهبوا إلى هذه الجدة وأن يصفحوا عنها وأن يسامحوها، وخصوصا وهي في الأيام الأخيرة للقاء الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. نعم. هبة الله من فرنسا. نعم. لعضتنا مع صديقتها، فعليها ربما أن تزيل ما في قلبها من هذه الشحناء، حتى وإن أخطأت معها الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يطلب منا أن نلتمس الأعذار لبعضنا البعض، أن نعفو عن بعضنا البعض، وعليها ألا تركز على هذا الجانب كثيرا، بل لابد عليها أن تنظر إلى هذا الأمر بكل بساطة وبكل سهولة، وأن تجاهد نفسها طاعة لله تبارك وتعالى، وأن تعفو عنها حتى وإن صدر منها تلك الأقوال التي لا تليق بالإنسان. فعليها أن تكون متغافلة، أن تلتمس لها العذر، وهذا ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا بأن المخالطة مع الناس توجب لنا بعض الإيذاء منهم. نعم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أمرنا بالصبر، وقال: الذي يصبر أو الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا الأذى محتمل من جميع الناس، الواجب على الإنسان أن يصبر ابتغاء مرضات الله. نعم. تبارك وتعالى.
الختام قالت أنا حلفت يمين وتراجعت. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف يمينا فرأى في غيره خيرا فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فعليها أن تكفر على هذا اليمين وأن تأتي الذي هو خير بإذن الله تبارك وتعالى. ومنهجنا في الإسلام دائما نقول أن السيئة لا تعالج بالسيئة ولكن تعالج بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا هو إرشاد القرآن الكريم لنا في مثل هذه الحالات. شكرا لك وجزاك الله خير الجزاء. الله يبارككم إن شاء الله. الفاضل بارك أمين الله يا رب العالمين. إن شاء الله الأسر تاعنا كلها تكون متواصلة مع بعضها البعض إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. إن شاء الله الكل استفاد مما تفضلتم إن شاء الله. الله يبارككم إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله نتلاقاو الأسبوع المقبل. الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يبارككم إن شاء الله. نواصل مشاهدينا الأكارم، نتوقف مع فقرة على الفطرة، نذهب إلى عالم الأطفال مع سميرة سعيدي، ثم نعود لنستكمل فقرات برنامج الضحى. شحال في عمرك؟ خمس سنين. ايوا ان شاء الله. انت تحبي القطه يا اخي؟ ها؟ قطه تحبيها؟ انا ما تحبيهاش. قالي تحبي خبشني. لا خبشات ديجا وقتاش؟ احكي لي كيفاش خبشات. خبشتني لول البارح. علاش؟ احكي لي كيفاش. كي رحت للنسري خبشتني. لقيتها هنا حتى وصلت لجري جات خبشتني. ماذا رحت على ماما نبكي. وش قالت ماما؟ قالت لي باللي وعلى هاكي مخبشة. قلت لها باللي خبشني قطة كبيرة. لا صغير شوية. ما فتها قعدت قدام رجلي هكا حتى جات خبشتني. ضربتيها؟ اه ضربتيها ما ضربتيهاش؟ لا رحت عند ماما قبل ما خبشتني. رحت عند ماما جيتي انا ما نضربيش قطاتي. علاش ما نضربوش القطات؟ انا نخاف غير الذئب او اسد ياكلنا. تلاقيتي معاه ولا ما تلاقيتيش معاه؟ يعني هذاك بحقد الحيوانات. ايه شتيهم كبار ولا صغار؟ كبار شوية. تدني ليهم ولا والو؟ ما ندناش. هذيك القطة اللي قاعدة تدور شفتها ما جاتش تخبشتني، قاعدة غير تشوف الحيوانات. كيفاش؟ ما فهمتش. عاودي هذه تاع القطه هذه. كيفاش خبشتني هكا هذيك القطه؟ ايه. ودا رحت عند ماما نكي. ايه شلونها ما قلتي ليش كيفاش دايره ماما؟ لا القطه كيف دايره؟ قطه وجهها هكا يا صغير وعينيها هكا يا هكا كما انا. ونقول لك لونها بيض بيضة شبه. نحبوها؟ صح نحبهاش. صح نحبهاش. عندكم وحدة؟ ايه قد غير دردرد. وين؟ بصح هي تخبش وانها هكا سنانا هذا المال. عبطت خديجة اها دتنيش ما تلها. بصح الماكلة وين تحطي لها الماكلة؟ في الأرض. وين؟ في الدار ولا برا؟ في الساحة. إيه وش تعطولها قاعدتك؟ قولي وش تعطولها؟ نطولها العطب تاكل. عطب تا واش؟ تاع الدجاج. إيه؟ وتاع الدجاج محمد. إيه؟ وين ترقد؟ ترقد في الأخر في دارها. كيفاش دارها دارها؟ عندها بنك صغير وترقد فيه. هذه القطة؟ وين دارها؟ وين البنك؟ وين حاطينه؟ أه؟
وين حطينه البنك؟ في الشمبرة تاعه. عندها شمبرة؟ كيفاش؟ مفهميني مفهمتش. عندها شمبرة. شكون هادي؟ قطة. هي؟ مدار قطة. مثلا احنا كي جا الصباح رحنا شفناها. هي؟ ومدى كي شفناها هي بدأت ترقد. ايه مدى ما فقدتش الناس. هي كانت رقدك شتوها؟ ما خبشتكمش؟ ايه خبشتناش. نضربوهم حيوانات ولا ما نضربوهمش؟ نضربوهم بصح غير الاسد والنمر والاخر نضربوهم. شكون اللي نضربوه؟ اسد. نضربوه؟ والملك. انا ملك. الملك. ايه؟ نمر. ايه؟ ومن بعد كي نضربوهم هما عندنا بصح حيوانات قدامنا روحوا نشم نلقاهم. هذوك نضربوهم ولا ما نضربوهمش؟ بصح اسد لي واعر. اسد واعر. تشتي واعر؟ كيفاش واعر؟ كيفاش يدير؟ اه كيفاش واعر؟ يخبش ليخبش هو يسيل الدم هنا، ليخبش هكا يدير. بدا يسيل الدم كاك. في أماس أنا راك تقراي؟ تحتي. حنا بصح. لا يا في الروضة. ومن بعد وين تروحي؟ نروح نقرا، تعطينا تاتا الكتاب، ونقرا نقرا، تعطينا ألوان، بدا كنونا، تعطينا كل حاجة. وبعد كي تكملي التحضير وين تروحي؟ روح ليكور بعد نقول لك نطلع سنة أولى. إيه ونقرا وصحيح تضرب هذيك الشيخة. سنة أولى تضرب؟ إيه. وتاع الروضة؟ تاع الروضة تضرب شوية. شوية. تحبي تضرب معني ما تحبيش؟ نحبش. أنتي تقبح ولا ما تقبحيش؟ قبح. شوية برك. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الأكارم، بكل من التحق بنا اللحظة في رحاب برنامج ضحى القناة وفقراتنا الخدماتية المتنوعة التي نسعى من خلالها إلى إرضائكم طبعا بما يرضي الله سبحانه وتعالى بنصائح وتوجيهات يتفضل بها أساتذتنا الأفاضل جزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء. محطتنا الموالية سبل النجاح مع أستاذنا الفاضل عبد الرشيد أبو بكر الذي سيتفضل بتقديم جملة من النصائح والتوجيهات لكل المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا. نلقاكم إذن بعد هذا الفاصل القصير. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذنا الفاضل، أهلا ومرحبا بكم، عيدكم مبارك لأنه متلقي نصف العيد. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك وابتسام كل مشاهدين الكرام في هذه الصباح المباركة إن شاء الله. إن شاء الله في هذه الأيام من أيام شوال الذي هو كذلك تابع شهر رمضان، نحن ما زلنا على كما يقال على مائدة رمضان نستشف منها إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله يا رب العالمين، وطبعا نتمنى كل توفيق لطلبتنا. أيام قلائل وأقل من أسبوع يفصلنا عن موعد يعني امتحان البكالوريا. هذا الامتحان المصيري أكيد يحدد مستقبل التلميذ يعني الدراسي. هناك بعض التلاميذ لا يزالون يعني مع التحضيرات والمراجعة، أكيد حبذا لو نتقدم ببعض النصائح والتوجيهات فيما يتعلق بالمراجعة في الأيام القلائل يعني قبل موعد الامتحان. طيب هي في البداية لا أحب كلمة المصيري، هي كلمة المصيري ولا كلمة أنه يحدد مستقبل الطفل، هذه مشكلة قد تجعل كثير من الضغط على الطلبة. صح. ويبدري إشكالية البكالوريا الآن هي هذين المفهومين، كونه أنه امتحان مصيري وأنه خلاص وكأن إذا كان فقد الإنسان فقد كل حياته. نعم هو مصيري بالنسبة لي تحديد مستقبل الطالب يعني في مجال الدراسة. نعم فقط في مجال الدراسة. هذا هو مجالات أخرى يقدر يكون. هذا ما أردت أن أؤكد عليه، هو هذا المشكل، مشكلة الكثير من الطلبة ومشكلة الكثير من الأولياء حينما يتعاملون مع امتحان شهادة البكالوريا على أنه امتحان للحياة، أو أن كأن الإنسان إذا فقد شهادة البكالوريا كأنه فقد حياته. حياته صح، هو
كون الامتحان ياتي بعد مرحله من الجهد التعليمي الاكاديمي ولا مسار تعليمي معين، فيصل الانسان حتى تسميه النهائي. نعم. وكان الانسان انهى تعليمه وخلاص. وهنا سنقع في امرين، وامرين هذا الامرين ممكن نقولش خطير، لكن امرين يعني ينقصان من همه الانسان ولا من همه الطالب. اذا فشل الطالب في البكالوريا فكانه خلاص انهى دراسته، وبالتالي كانه يعتقد انه لا يصلح للدراسه بتاتا. واذا طلع الجامعه فالطلبه الجامعيين الان يعانون دراسيا. كان كثير من الطلبه يقول لك الجامعه مش بالجامعه هكذا. فمرحلة الجامعية ربما مرحلة تعليمية أخرى قد تكون أصعب وأقوى وجهد أكثر من الذي كنت أبذله في الثانوي ولا كنت أبذله في المتوسط. صح. وهذا ما لا ينتبه الكثير من الطلبة، كيجي الجامعة يروحوا لازم يراجع، لازم يذاكر، لازم يحفظ، لازم كذا، وممكن كم المعلومات كم كبير، صعوبة المعلومات تكون أكثر صعوبة، التعمق في هذه المعلومات يكون أكثر تعمق، وبالتالي يروح يبذل جهد كذا. ما بيش بالجامعة هكذا، يحسب روح بالإخلاص. حتى تسمية كلمة النهائي الامتحانات النهائية أو امتحان شهادة النهائي يتداول عند الكثير من الناس، هذا خطأ مفهوم في التسمية. وكأنه نهاية الدراسة يعني. وكأنه نهاية الدراسة. هذين المفهومين ربما أردت أن أبدأ بهما لتصحيح مفاهيم، لأن الآن لا بد أن نصحح المفاهيم حول الامتحانات، ولا بد أن نصحح خاص امتحانات أواخر الأطوار، هكذا نسميها المفروض، حتى لا تكون نهائي. طور المتوسط والطور الابتدائي والطور المتوسط والطور الثانوي وحتى الطور الجامعي. فنحن في كل مرحلة دراسية نختم هذه المرحلة الدراسية بامتحان ينقلنا أو يؤهلنا إلى أن ننتقل إلى مرحلة أخرى. مرحلة الابتدائي يؤهلنا إلى مرحلة المتوسط، امتحان مرحلة النهائية للمتوسط يؤهلنا إلى الثانوي، امتحان مرحلة الثانوي يؤهلنا إلى الجامعة، امتحان مرحلة الجامعة يا إما يؤهلنا إلى دراسات عليا أكثر، وإما يؤهلنا إلى حياة مهنية نقوم بها في حياتنا. وبالتالي نبقى دائما نقوم بامتحانات متعددة في حياتنا. وبالتالي مهم هنا أن نصحح الكثير من المفاهيم حول الامتحانات والتي ينبغي أن تكون في ذهن الطالب، حتى يقال في تاريخ الامتحانات أن أول امتحان وقع في التاريخ هو امتحان كان عقوبة. بعض الدراسات تقول كذلك، هو في بعض كان مدرس إيطالي يقال أنه أراد أن يعاقب تلاميذه فجعلهم اختبار، فأصبحت اختبارات الآن كأنها كأنها أصبحت عقوبة. مفروض لا، هي مفروض تقويم ولا تقييم مرحلة معينة، تقييم معلومات معينة، استيعاب معين الذي يمكن أن يكون استوعبه الطالب من خلال امتحانه ولا من خلال الدروس التي تلقاها. ومن هنا فالتحضير لهذه المرحلة ينبغي أن يكون تحضير جيد، والتحضير للامتحان ينبغي أن يكون تحضير له معنى إن صح التعبير، ولابد أن يكون أو أن يرافق بمهارات نؤسس من خلالها ونحضر من خلال الامتحان. لا يمكن أن ينجح في الامتحان من لا يدرس، ولا يمكن أن ينجح في الامتحان من لا يراجع، ولا يمكن أن ينجح في الامتحان من لا يتابع دروسه بشكل جيد، لا يمكن أن ينجح في الامتحان من لا يستمع إلى المعلم ويستمع إلى الأساتذة ويتابع ما يقوله الأساتذة ويسأل وغير ذلك، لا يمكن أنك أن تنجح. وبالتالي القضية النجاح في الامتحان لها أسس ولها قواعد معينة. نعم. فبقدر ما نتبع هذه القواعد وهذه السبل، مثلا في سبل النجاح، فيمكن أننا ننجح ويمكن أننا نصل إلى النجاح الذي نريد أن نصل إليه. للأسف الشديد الكثير من طلبتنا الآن لا يتبعون طريق صحيح وسليم للتحضير للامتحانات. نعم. التحضير هنا سيكون على نوعين، التحضير بيداغوجي، وانا لا اريد ان اتكلم في هذه المرحله بالذات عن التحضير البيداغوجي. صح. ولا المراجعه او المذاكره، لان امرها الان خلاص مبقاش، لان تحضير البكالوريا ينبغي ان يبدا لا اقول من بدايه السنه الدراسيه لكن من بدايه الدخول الى الثانويه. نعم. يعني منذ ان يضع الطالب قدمه في السنه الاولى الثانويه ينبغي ان يجعل البكالوريا نصب عينه. صح. والتحضير للبكالوريا المفروض انه يبدا من اول سنه ثانويه وربما حتى من سنه رابعه متوسط، ينبغي ان يكون تحضير، لان المعلومات متسلسله والمعلومات مرتبطه ببعضها البعض. ومن هنا فعل الطالب الذي لا يبذل جهد طوال السنه ويريد في الشهرين الاخرين ان يبذل جهد كبير، لا اقول انه لا ينجح، ممكن ان ينجح، ولكن نجاحه دائما لن يكون نجاح قوي، ولن يكون نجاح بتفوق، ولن يكون نجاح انه ان يكون نجاح في نجاحه حتى يستطيع، ممكن يكون نجاح بعد ان يكون استنفذ كل طاقته، وبالتالي ربما تكون لديه كثير من التوجهات، مش توجهات، الكثير من المشاعر ان صح التعبير، المشاعر الالم نحو الاختبار والامتحان، لان الجهد الذي بذله في الفتره يترك عنده الم، وهذا الالم ربما يتاثر به دراسيا. نعم، يتاثر في المستقبل. ومن هنا لن اتكلم على هذا الجانب. فالذي ينبغي ان يحرص عليه الطلبه في هذه الايام بالذات، هذا انا اسبوع ولا اسبوع واقل من اسبوع من شهاده البكالوريا،
هو من يسميه بالتحضير الذهني النفسي. أنا دائما أضرب مثال هنا وأكيد أن شبابنا يفهمون هذا المثال، وهو أن المتسابقين أو الذين أصحاب الرياضات النخبة إن صح التعبير، أو الذين يشاركون في الرياضة ذات مستوى عالي قبل الدخول في أي مسابقة، سواء كان في الجري سواء في الرياضات الجماعية أو في أي رياضة من الرياضيات، يبقى يحرص المدرب على أنه يركز ذهنيا مع رياضيه في الدخول قبل الدخول المقابلة مباشرة. ما نسميه بالتركيز الذهني، معنى أن يكون الطالب ولا الرياضي مركز ذهنيا، بمعنى وكأنه يدخل المسابقة قبل الدخول فيها واقعيا. وهذا الدخول في المسابقة تخيليا أو الدخول ليها ذهنيا يجعل العقل نتاعه أكثر استعداد لتقبل ما سيقع في الامتحان حينما يدخل إلى الامتحان الواقعي. ومن هنا فالتحضير الذهني هنا قوي جدا ومهم جدا في هذه المرحلة. نعم أكيد. نفتح المجال للاتصالات والمكالمات الهاتفية. معنا أول مكالمة في هذا الركن، حسينة من برج بوعريريج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسينة، تفضلي. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. ولي شرف أننا حكمتكم اليوم. شرف لينا أختي حسينة، مرحبا بك. ولي نتكلم مع الأستاذ حسين أبو بكر. مرحبا. تفضلي. والله حبيت شخصية فرنسية. إيه. متقلقة بزاف، رحت لها تحت غادي نتاعك وما عرفتش كيفاش نتعامل معاها. نعم، هي بنتك في الحقيقة متقلقة ولا أنت أكثر منها ربما؟ أنا متقلقة أكثر عليها. نعم. أنا اليوم مرتبكة ومتقلقة وما حتى كذا. نعم. إن شاء الله نتمنوا لها كل توفيق لها وليك كذلك حسينة. ابقي معنا في المتابعة حسينة. عندك سؤال معين؟ بركة. تفضلي. طلع عندي ابني يقرأ في الطروز اليماني المتوسط ومحبش يقرأ. ما لقيتش كيفاه ندير له، درت كل الاساليب كلها، ما حبش يقرا، ما حبش يقرا لي. ان شاء الله نجاوبوك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا لك حسينه اختي، كنت معنا في المتابعه. معنا مكالمه ثانيه، ياسمينه من عين دفله. السلام عليكم ياسمينه. عليكم السلام. اهلا بك اختي ياسمينه. مرحبا بك ومرحبا بالدكتوره ريحان. مرحبا. الله يسلمك. انا تلميذة في شهادة البكالوريا. الله يبارك. عندي مشكل في النسيان، مراجعة ونسى، حبيت الدكتور ينصحني. نعم، واضح سؤالك ياسمينة، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ربي يوفقك وينجحك ان شاء الله في الامتحان ان شاء الله. جيد. هو نواصل بعد نجيب. كنت ساتكلم على دور الاولياء في هذا في هذا في هذا الفتره بالذات. اكيد العمل النفسي. نعم. وتوفير الجو. نعم. يعني نعم. الملائم. نعم. والجو. نعم. المشجع ان شاء الله. ليس العكس. نكمل الاجابه وبعد نجاوب ان شاء الله الاختين ان شاء الله. نعم. فيقول التركيز الذهني مهم جدا، بمعنى ان الطالب في هذه الفتره بالذات يحتاج انه يبدا يركز ذهنيا وكانه يدخل في قاعه الامتحان، خاصه ما الامتحان سيكون يوم البكالوريوس سيكون يوم الاحد. نعم. فيوم الجمعه ولا يوم السبت يبدا يتخيل نفسه داخل قاعه، امر عملي، يبدا يجلس ياخذ فترات تاع جلسه مثلا قبل النوم في فتره استراحه، يجلس ويغمض عينيه ويتخيل نفسه داخل قاعه الامتحان. هذا ما نسميه ب الدخول في العمل قبل الاتيان به. العقل البشري لا يفرق بين الحقيقه والخيال، اقصد العقل اللاواعي، فلا يفرق هنا بين الحقيقه والخيال، نعطوا له حواجز في الخيال ويصدقها على انها واقع. نعم. وبالتالي كان دراسه وقعت في هذا المجال، وهو انهم جابوا انسان فاعطوا له قهوه يشرب قهوه، وذو جهاز يقيس الذبذبات ولا ما مدى تاثر هذا الانسان بشربه القهوه، وجابوا انسان واحد وجعلوه يتخيل شرب القهوه، فوصلوا الى نفس الذبذبات تقريبا ولا نفس التفاعل دماغ الانسان تفاعل مع الامرين بشكل جيد، يعني كانه يشرب القهوه. فاذا العقل اللاواعي عندنا لا يفرق بين الحقيقه والخيال، اعطوا له اشياء في الواقع او اعطوا له اشياء في الخيال فيصدق هذه الاشياء ويعطيها في الواقع. وهناك الكثير من الاشياء الاولى ضيق الوقت، واردت ان اعطي اكبر عدد ممكن من المعلومات. نعم. ضربنا الكثير من الامثله. وبالتالي نقول انه يمكن انه للطالب هنا ان يركز وان يجلس بينه وبين نفسه
يحيي نفسه أنه داخل قاعة الامتحان، ثم بعد ذلك يداوم على هذا التمرين كل هذه الفترة المتبقية للامتحان. أمر ثاني مهم جدا وهو ما نسميه باللغة، لغتي نحو الامتحان. إذا كان الطالب الآن يبدأ يعتقد ولغته وكلامه حال الامتحان أنني خايف الامتحان والامتحان بلك يكون صعيب وأنني خايف ننسى المعلومات والمعلومات ننسى، كما جاء على لسان الطالب الآن أن ننسى كيف العام كامل أنت تقرأ كي جاء الامتحان تقول نسيت الامتحان، معناها كأن الطالب أخذ سبولك ويقول قطع صباعه. فبالتالي يقول أن على الطالب هنا أن يكون أكثر ثقة في إمكانياته، أكثر ثقة في قدراته، أكثر ثقة في الذاكرة. من أقوى أشياء الذاكرة، وهذا إجابة للأخت ياسمين هكذا، فأكثر ما يمكن أن نحرص عليه هو أن نثق في ذاكرتنا. والثقة في الذاكرة واحدة من أهم العناصر الأساسية لاستذكار المعلومات واسترجاع المعلومات. إذا كان ما نثقش في الذاكرة نتاعي، ما نثقش في الإمكانيات نتاعي، ما نثقش في نفسي، ما تكونش عندي ثقة كبيرة في نفسي، فهنا أنني سأصدق أنني، ونرجع للقاعدة الأولى أنك ما نتخيله يتحول إلى واقع، فنبدأ نتخيل بأن راح ننسى وبالفعل كي تجي وقت الامتحان راح ننسى. ما فيش تمارين يعني يقدر يقوم بها حتى يتذكر ينشط ذاكرته؟ كاين تمرين ولا اثنين ممكن. هو النسيان هنا مش نسيان، وإنما هو عامل نفسي أكثر من النسيان. في العامل النفسي هو اللي خلينا ننسى معلومية، نعم دائما نقول قاعدة أن العقل والجسم يؤثر كل منهما في الآخر. في العامل النفسي يؤثر في الطالب فيجعله ينسى المعلومات. إذا المشكلة مش في الذاكرة في حد ذاتها حتى نعطي التمرين، المشكلة مش في الذاكرة، ولا المشكلة أنه في حفظ المعلومة ولا تخزين المعلومة ولا استرجاع المعلومة. مشكلة أنه بيئة معينة أحاط بها الطالب أو أحاط بها الطالبة فيتخيل له أنه نسي المعلومة. لأن إذا كان نعطي لنفسي إيحاء سلبي، نكون نتكلم عن الإيحاء، فإذا إيحاء سلبي راح ننسى، راح ننسى والله ربك راح ننسى، ولا ننسى وروح نعاود نقرأ أنا نسيتها، وبعد نقرأ نوصل المسافة ونعاود نرجع لا نسيتها. فهنا يبدأ العقل يتعامل معي بهذه الطريقة، خلاص ما دام قلت راح تنسى تنسى. فلذلك هنا نقول أننا نعطي لنفسنا إيحاء. ما يمكن أننا يصدق لا أن يكون أن أكون داخل قاعة الامتحان ونلقى المعلومات صح راحت لي، مع أنني مع أنني رجعت، مع أنني ذكرت، والأكيد لابد أن يكون الطالب راجع. إذا كان ما رجعت باش تلقى معلومات أساسا، فنكون رجعت نكون حفظت، لكن كي نحط قاعة الامتحان فهنا عامل نفسي فنحط الأوراق نتاعي جانبا. وأول شيء نقوم به هو عملية تنفس عميق، لأن عملية التنفس تنشط الدماغ، معناها مش بالتنفس عميق، نفسين أو اثنين حتى استرجع هدوئي. لأنك عندما نكون هادي نقدر نسترجع. أكثر حالة يمكن أن نسترجع فيها معلومات بهدوء هي عملية الاسترخاء، معنى أنك يكون العقل تاعهم مسترخي يصدق المعلومات بسهولة. نعطي مثال، الكثير من الناس مثلا ينسى فتح السيارة، يجي خارج من الجيش وين راهم فتح السيارة، يبدأ يقلب ويجي وطالع هابط، هو يقعد في أريكة كما هذه ويسترخي نفتح وراه. بمجرد العقل تاعنا يريد الاسترخاء، فبقدر ما يكون هادي وبقدر ما يكون مسترخي يستذكر كل المعلومات التي استخزنها بسهولة وببساطة. وبالتالي نقول أخذ تنفس ونقول نسموه تنفس الاسترخاء، لأن هناك عدد هناك أنواع كثيرة من التنفس، فهنا نسميه التنفس الاسترخائي عن طريق 4-2 عن طريق 4-2-4، معناها أنني نأخذ تنفس في 4 عدات، نشد عدتين ونطلق في 4، ولا 4-2-8 نطلق نفس في 8، فنأخذ النفس بهذه الطريقة. الأمر الثاني، أولا قلنا التنفس، الأمر الثاني يمكن أن يقع فيه الطالب عندما ينسى المعلومات، يضع كل الأشياء اللي عنده، يغمض عينيه ويتخيل نفسه ولا يروح بخياله إلى المكان الذي كان يراجع فيه المادة من قبل. يمكن أن يرجع إلى مكان المادة، ممكن أن يرجع للأستاذ وهو يشرح في المادة، ممكن يرجع إلى كراريس التي كان يراجع بها أو الكتب التي كان يراجع بها. فهنا عندما نعيد العقل ونعيد الدماغ إلى وقت الدراسة، فكأننا نستعمل روابط معينة، فعندما يرجع العقل إلى هذه الروابط يستذكر المعلومات بسهولة. هذه تقنيتين متدين. أذكر أننا أحد الطلبة أعطينا هذه التقنية أنه يعود بها، فالطالب كان ذكي، قال أنا كي رجع كي نسيت المعلومات غمضت عينيا ورجعت كان عنده طالب ممتاز، فرجعت بالخيال تاعي إلى هذا الطالب وبديت نراجع أنا وياه في المعلومات، فاستذكرت المعلومات فقالنا غشيت من دون غش. فأنا يعني جميل جدا، بسيطة. ربما في عجالة لأن الوقت دهنا للأسف. على الأخت حسين، على أخت حسين نقول أخت حسين نقول أنك الأولياء لهم دور كبير في هذا الجانب. قلقك وتوترك
ربما سينقل الى ابنتك، ان هناك القلق والخوف والمشاعر تنطلق عن طريق الذبذبات. لا تحتفظ بقلقها وما تنقلوش، لا تحتفظ به اصلا، لا يكون اصلا قلقها ما لا يقدم ولا يؤخر. يكون قلق يعني معليش قلق خفيف معليش، لكن قلقها هنا لن يقدم الامر شيئا. البنت نتاعها الى محضره ووجد امتحان ستكون امتحان بشكل جيد، واذا كان باش محضره ماشي محضره، يعني واحده من اثنين. لكن قلقها نقول هنا عليها انها تعطي إيحاءات إيجابية لابنتها، عليها أنها تحاول أن تجعل ابنتها تثق في إمكانياتها، تتحدث مع ابنتها، تطمئن البنت نتاعها، ما تخليلهاش ولا ما تصورلهاش الامتحان على أساس أنه خسارة، وعلى أنه إذا خسرت الامتحان خسرت كل شيء. وبهذا التواصل الإيجابي مع البنت نتاعها يمكن ترتاح هي ويرتاح هي. وأعيد وأذكر خسارة الامتحان ليست خسارة الدنيا. أكيد إن شاء الله، ونتمنى كل توفيق لكل أبنائنا إن شاء الله وطلبتنا المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا وكذلك امتحانات التعليم المتوسط هذا الأسبوع. شكرا لك أستاذنا الفاضل، بارك الله فيك. نواصل إذن مشاهدينا، نقترح عليكم روبورتاج من إعداد الزميل عبد المنعم توشي حول ماذا بعد رمضان، لنعود بعده ونستقبل الدكتورة فاطمة الزهراء حرابي. يجتهد المسلمون في فعل الطاعات وأداء العبادات في رمضان، فيحافظون على الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والإنفاق في سبيل الله. ظاهرة هذه تاع المجتمع الجزائري في شهر رمضان المبارك، يتوافدون على المساجد إلى آخره. بعد انتهاء هذا الشهر الكريم نلاحظ الناس شغل يهجرون على المساجد. هذه دخلة في النية تاع الإنسان، لكن النية تاعه توبة وطاعة ويبقى يصلي ويبقى يواصل في التوبة تاعه ربي سبحانه. وكاين اللي شغل غير لجرم رمضان. هذا الشهر الكريم الذي متعنا الله عز وجل به وكتبنا أن جعلنا نحيا لياليه ونعيش أيامه، ولا شك أن لهذا الفضل مزية عن باقي شهور السنة. ومن أجل تلكم المميزات والخصائص التي شرف بها هذا الشهر أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن رمضان هو شهر الوحي كما أخبر بذلكم جملة من العلماء، لأن كل الكتب نزلت في مثل هذا الشهر كما هو وارد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. ولهذا يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم بعد ذلك ربط أمرية أو وجوب صيامه فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أيضا من مميزاته أنه الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن، والآية قرأناها آنفا شهر رمضان، ذكرت بعض الشهور ولكن بالوصف لا بالاسم كالأشهر الحرم كما ذكر الله ذلك في سورة التوبة. أيضا من مميزات شهر رمضان أنه فرضت فيه فريضة عظيمة وجليلة ليست في باقي الشهور، ألا وهي طاعة الصوم أو عبادة الصوم. هذا الصوم الذي من خصائصه ومن مميزاته أنه جنة أي وقاية، يقي العبد من مساخط الله عز وجل ومن ورود ناره وعقابه. وكما قال أحد علماء المالكية وهو ابن عبد البر كفى برمضان فضلا أو بالصوم فضلا أنه جنة. لابد لنا من الثبات بعد رمضان والاستمرار على الطاعة والحرص على العبادات، فالمسلم بعد رمضان يكون ممتلئا بالطاقة والعزيمة على بذل الجهد والتوسع في أداء العبادات، ومنها الحرص على أداء الصلوات الخمس، المواظبة على قراءة القرآن الكريم، والإكثار من ذكر الله، والإلحاح في الدعاء. في كل الزمن في كل 12 شهر قاعد فيه عبادات، فيه رب عظيم يحمينا ويحرسنا ويرعانا ويرى ما صغيرتنا وكبيرتنا والخفي والظاهر، خفية والظاهرة منا. فالعبادات من المفروض لا تكون حكرا على شهر رمضان أو في الأعياد أو في عندي فات المساجد تعمرت منا، كان اللي فرحوا منا وعاود كيف فات رمضان ما كان والو اخوات المساجد. ان شاء الله هذا العام ان شاء الله ماشي كيما العام الجاي، ان شاء الله كيما راه مملوء درك تكون مملوء الى اخره ان شاء الله بعد رمضان. وماذا بينا احنا كيما شفنا عباد يقراوا القران في المساجد، ان شاء الله هذوك العباد يبقاو يتداولوا على هذيك المساجد. احنا
يدخل المساجد يبقوا هذيك المساجد اسكو كما نقولوا. ينبغي ألا نفرط في مثل هذا وألا نهمله، وينبغي أن نحسن استغلاله حتى يكون في ميزان حسناتنا وحتى ننال الجائزة الكبرى عند ربنا بقبول الصيام ودخول الجنان، لأن تلكم المعالم تدل على أننا قد تحققنا بمقصد من مقاصد الصوم وهو التقوى الذي هو جواز عبورنا إلى الجنان، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صيام ستة من شوال بعد رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. الاستمرار على الطاعة، فهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين ونسألك القبول في العمل. اللهم آمين يا رب العالمين. ومثل ما وصانا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان عمله ديما أوصال خير الأعمال أدومها وإن قل مثل ما أخبرنا عليه الصلاة والسلام، صلى المولى عز وجل أن نكون من المقبولين عنده في شهر رمضان، وأن يوفقنا للمداومة على الطاعات وفعل الخيرات فيما بعد هذا الشهر الفضيل. أكيد حديثنا يتواصل عن المداومة في فعل الخيرات والمداومة في العادات الإيجابية التي اكتسبناها في شهر رمضان المبارك مع الفاضلة الدكتورة فاطمة الزهراء حرابي ضمن فقرتنا الموالية بيتي مملكتي. نلقاكم بعد هذا الفاصل القصير. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بك دكتورة فاطمة، نورتينا. عيدك مبارك، كل عام بخير إن شاء الله وكل العائلة الكريمة. شكرا لك ابتسام، تحية صباحية عطرة مباركة، تحية الإسلام نصفها إليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيامنا كلها أعياد وشهر شوال مبارك، فعيد مبارك لمن لم نهنئه، والآن ولك أيضا ولكل طاقم العامل معك في هذه الصبيحة الطيبة. إن شاء الله كل أيامنا أفراح ومسرات يا رب. إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. وأكيد نحرص بعد انقضاء شهر رمضان المبارك على الحفاظ على كل العادات الإيجابية التي اكتسبناها في شهر رمضان، ويعني في عادات سلبية اجتهدنا في التخلص منها في شهر رمضان. هكذا لو تفضلوا يعني اليوم بتقديم نصائح لكل المشاهدين الأكارم، ويعني الموضوع مفتوح لكل المشاهدين الأكارم، بإمكانهم التواصل معنا والمشاركة. أكيد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكيد ركن بيتي مملكتي الذي لم يكن في رمضان، نعم، وهو يعود من جديد، فأراد أن يقف هذه الوقفة وقفة لأخذ بركة شهر رمضان، وحتى لا نمر هكذا فقط وننتقل. أكيد هناك الكثير من النقاط والمواضيع التي اقترحها المشاهدين، نعم، تعامل مع أبنائنا، تعامل بين الأزواج، في التعامل مع بعضنا إلى غير ذلك. لكن مهم جدا قبل أن ننتقل إلى مرحلة قادمة، نعم، إلى استقبال العطلة، إلى استقبال الأشهر القادمة، المهم جدا أن نقف هذه الوقفة، وهي وقفة مع أنفسنا، وقفة مع ما أنجزنا كما ندير في بداية سنة، آخر سنة وبداية سنة. رمضان هو الذي يستحق هذه الوقفة، رمضان يستحق، لأنه فعلا انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة. البعض فينا قد أحدث فيه تغييرا كبيرا، البعض نوعا ما من التغيير، البعض لا زال يتساءل ويطرح أسئلة وعلامات استفهام، لا أدري ما ترك في رمضان، لأنه البعض ابتسام فيه من الغموض. ممكن البعض يقول لك والله لا أدري، يعني خلاص عادي، الأشياء موجودة والتغيرات حدثت في نفسه، قد لا يدركها وقد لا يبصرها. فمهم جدا أن نقف كركن بيت مملكتي، وأيضا ككل أسرة الآن ندخل بيتها في هذه الصبيحة المباركة، أن تسأل نفسها، خاصة أنه ما زلنا كما رحنا في متع وشير، ما زلنا في أيام مباركة، ما زلنا كما تفضل في الروبورتاج نتكلم عن ست من شوال، ما زال البعض الآن صاموا الصابرين، احنا نقول الصيام الصابر
20، والبعض الآن هم مقبلون عليها إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. فمهم جدا أنه ما زلت نفحات رمضان، ما زال شوقنا لرمضان. حتى الآن في بيوتنا دائما نتساءل، والله كنا في رمضان درنا كذا، في رمضان فعلنا كذا، فإن شاء الله نستمر على كل تلك العادات الإيجابية. سواء صعوبة التأقلم التعود على ما بعد رمضان يعني، وتكلمنا في كواليس مع الأخوات حول السهر، لأنه الآن كنا مثلا النوم. عادات النوم، عادات الأكل، حتى الصباح مثلا تناول الصباح الأكل ولا الفطور. حتى بعض الأمهات تقول لك واش نطيب في الغداء، يعني أنا ولفت كذا. حتى أبنائنا سبحان الله نلاحظ فيهم هالتغيرات، لأنهم اعتادوا على روتين معين، على نظام في البيت معين. حتى أبنائنا الصغار يعني دكتورة نقولوا تفضل تأكل ولا تفطر، يقول لك أنا صايم، أو الأذان أو أذن روحوا تأكلوا. فسبحان الله، يعني هذه من الأمور الجميلة. لماذا؟ لأنه العادة الإنسان كيف كي يكتسب عادة، على الأقل العلماء يقول لك 21 يوم يتعود عليها ويتدرب عليها، فما بالك نحن 30 يوم. ونحن 30 يوم ونحن في هذه الدورة التدريبية في هذه المدرسة الرمضانية، فمهم جدا أن نحافظ على ما اكتسبنا، وأن مثل الأشياء اللي تخلصنا منها، أو على الأقل ما نقولوش لأنه البعض نبالغ إن كنا تخلصنا من كل عاداتنا السلبية، كنوا واقعيين. اجتهاد يعني اجتهاد في التخلص أو في التقليل من بعضها. فمهم جدا، لذلك كانت هذه الوقفة. أولا رسالتنا هي للأولياء، بما أننا تكلمنا وحتى في يوم العيد وصلنا هذه الرسالة، كان لي لقاء مع المشاهدين في يوم أول عيد. فمهم جدا أن نذكر دائما أن أبنائنا أمانة عندنا، فيلاحظون هذا التغيير في البيت، في الطبخ، في كثير من الأمور كما قلت، حتى الصغار فيهم، فما بالك بالكبار. ما نركز عليه اليوم هو الأساس، هي بعض العادات. أبنائنا شافونا نقرأوا القرآن، أبنائنا شافوا الصلاة جماعة، أبنائنا عاشوا الجو الروحاني، عاشوا التربية الإيمانية الروحانية بمعانيها في شهر رمضان. فأكيد الكل يجتهد، الكل يتنافس، ثم فجأة انقطاع. يعني بعض الأولياء ربما لأسباب أو لأخرى فجأة انقطاع. ممكن البعض يقول لك خلاص أنا كأنه انتهاء رمضان، انتهاء ما كنت أقوم به، يعني حتى الصلاة والمحافظة والحرص، وكأنه رمضان هو الوقت الذي يراقبني الله فيه. ولأنه رمضان راح الأجور مضاعفة وما لازمش نغلط، خلاص رمضان معناتها كلش مباح، كلش مسموح. هذا راح يحدث تناقض عند أبنائنا، ودائما أركز على هذه النقطة في التربية بالقدوة، وقلتها مرارا في بناء شخصية الطفل. أبنائنا إذا شافوا التناقض في سلوكياتنا راح يعيشوا هما صراع، راح يعيش كونفلي، ما يفهمش علاش، وين راه الصح، وعلاش بابا ولا يما دار كذا وثم راه يدير كذا. نفس الشيء فيما يخص هذه، فيما يخص العادات أو فيما يخص العبادات، مواظبتنا على العبادات. فالبعض إن لم يستطع أن يواصل بتلك السيرورة أو يعني بتلك الوتيرة، كانت ما شاء الله حفظ ختم القرآن وصلاة جماعة، على الأقل يحافظ عليها، يحافظوا على صلاة جماعة في البيت، على الصلاة في المسجد، على صلاة الجمعة، على ختم القرآن الكريم. لما وفقوش الله أنه ما ختموش المصحف في رمضان، يكمل في شوال. حتى الآن قلهم يلا الآن كملنا في رمضان، شفتوا باللي قدرنا في شهر شوال نستطيع، يلا نتنافس. وخاصة بعض أبنائنا اللي راهم مع الامتحانات، ربي يوفقهم. البعض راهم في قطيعة، يعني الآن بعد انتهى رمضان وذلك الجو، ثم فجأة لا دراسة، لا أجواء رمضانية، ثم فراغ الذي قد يشكل خطر. وحتى بعض الأولياء الآن ما زال ما تاخذوش قرار في العطلة أو وضع برنامج العطلة، وكأنه بعض لما تكلمي معهم تيسن يقول لك جا كل شيء بسرعة، رمضان مرة سريعة، ندخلوا الامتحانات النهائية، ما زال ما درناش خطة للعطلة، ما زال ما على باليش واش ندير لأبنائي، وكأنه حاجة حدثت وما كانش ما كانش مستعد لها كما يجب، ما خطط لهاش يعني. نعم، لانه كل فعلا كل شيء كان متسارع، وخاصه مازال ابنائنا، خاصه العائلات اللي عندهم ابناء يفوتوا امتحان تعليم متوسط والباكالوريا، فالعائله ما زالت في اضطراب. البعض الان ما زالهم في ايام صابرين، معناتها ما زال عندهم اجواء رمضان. نعم، فلي... معنا اول مكالمه. اسمحي لي دكتوره، معنا اول مدخله، الاخ محمد من تمن راست، نقول له السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخ محمد مرحبا بك، عيدك مبارك وكل عائلة. شكرا الأستاذة ابتسام، السلام ليك وللدكتور معك وكل عمر القناة وجميع المستمعين والأوفياء. شوفي سيدي الكريم، عيد مبارك للجميع. يقول لك لا محمد رسول الله، راح لي تكلم. المهم يقول لك السيدة الدكتورة تكلم عن الأبناء والتربية وكذا، يقول لك خير القلوب ما سبق الخير لها. احنا الأبناء تاعنا صغار كيكون نغرسوا فيهم الأمور هذه ويشوفوا السلوك والأفعال تغرس فيهم، تولي أحيانا يديروها بلا ما يشعروا، حاجة طيبة يديرها بلا ما يشعروا أوتوماتيكيا. بارك الله فيك.
معنا كيما قلت شدغنا في رمضان ولا في حد رمضان يعني بالك 3 شهور 4 شهور ونحن مازال نقول كنا نديروا في عدد في رمضان كذا. مثلا نعطيك مثال اليوم تقريبا من 27 الحقيقه ما قدرش القران الكريم يعني سفر الوالده مرضت وبالك حنا الدائره نتاعنا 718 كيلو نفس الولايه رحت لها كذا. اليوم تفكرت قلت والله نقرا الصباح يعني كي صرت الفجر قلت نقرا نتذكر فكرت باش يعني باش نولي الولاد يخرجوا من المسجد يقراوا شويه قبل العمل وقبل القرية كذا. لان احنا لماذا؟ لان احنا الحمد لله جزائري مسلمين وهذا القران الكريم وكي جاونا الفتوحات الاسلاميه احنا لبينا محبه الاسلام ومحبه الخير هذا. لماذا؟ لان مغروسه فينا من جد لجد لازم احنا نواصلوا المشي على هذا وابنائنا امانه في اعناقنا إن صلحوا الآباء يصلحونا بإذن الله. ماذا بينا نحن نربوا أنفسنا باش بناؤنا يتربوا وماذا بينا نحن ما نلوموش أولادنا نلوموا أنفسنا. كان مشينا مع الطريق السكر يعني المعقول والطريق المستقيم أبناؤنا كذلك. أنا أحيانا نشوف إنسان يلوم ابنه والله أنا نقول له في نفسي يعني حين كي نعرفه نعرفوش يعني الإنسان ندرسه نقول له لوم نفسك. كان جيت طيع والديك أولادك يطيعوك، كان جيت مستقيم أولادك يستقيموا. أحيانا يخطوا الأبناء ولكن يكونوا في الصواب. وخلص الدكتور الكلام الجميل الله يجعل في ميزان حسنات مجمعين. الله يجزيك الخير والسلام عليكم. جزاك الله خير الجزاء وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي محمد شكرا على هذه المدخلة القيمة. أحمد من العاصمة، السلام عليكم أخي أحمد. السلام عليكم أختي ابتسام. مبارك، عيدك مبارك كل عام وانت بألف خير إن شاء الله. عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير ليك والطاقم العمل معك والدكتورة فاطمة الزهراء بنتنا فاطمة الزهراء ربي يفضلها إن شاء الله ربي يخليها. رانا دائما نستفادوا من معلوماتها والنصائح اللي تعطيهم لنا. جزاكم الله خير كل خير وهذه القناة المباركة. شوفي أختي ابتسام أنا حبيت نتكلم والله شوفي يعني إحنا إن شاء الله يا ربي ما يجعلناش من أولئك الذين ينطبق عليهم هذا المثل يعني بعد العبادة الرجوع إلى العادة. ان شاء الله يا رب العالمين استمرار في هذه العباده وفي هذه الطاعات ان شاء الله. يعني كما ذكرت في بدايه حديثك بنتي ابتسام قلت يعني خير الامل ادومه وان قل. نعم لابد الاستمرار في هذه الطاعه وهذه ما قمنا به في هذا الشهر الكريم. صح. لان هذا الشهر هو جاء مدرسه لكي نستخلص منه الدروس نتعلم منه. جاء ليطهر النفوس ليطهر القلوب ليوجهنا الى الاحسن. ولا وان شاء الله ما نرجعش لما كنا عليه. ربما السلوكات اللي كنا نرشها قبل رمضان جاء رمضان تخلينا على السلوكات. لابد اليوم صح. بعد رمضان الاستمرار الاستمرار في هذه الطاعات في هذا العمل الخير هذا حتى ان شاء الله نكونوا من الناجحين ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله نتمنوا النجاح لابنائنا ان شاء الله وهم مقبلين على كل الامتحانات والبكاشات. ان شاء الله نتمنوا لهم النجاح كل النجاح. وانا برك نقطة حبيت نبدا بها يعني الاولياء فيما يخص هذا الامر الاخت ابتسام. نعم والله وانا بالتجربه يعني ارجو من الاولياء وربما الدكتوره فاطمه راهي تعطي بعض النصائح في هذا الامر هذا. نعم ما يضغطوش على الابناء نتاعهم لان هذا الضغط هذا يخليهم يفقدوا التركيز بكل صراحه الاخت. فعلا لابد ان يعني يدعموهم ويهيئوا لهم الجو حتى يعني يكونوا في استعداد تام. وهذا صح. هو يعني ان شاء الله جزاكم الله خير وبارك لكم ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك اخي احمد على هذا المدخله القيمه وهذا صح يعني فيما يتعلق بالاولياء وعلاقتهم بابنائهم والضغط يعني اللي برسوها على ابنائهم اللي راهم ان شاء الله يجتازوا شهاده البكالوريا بنجاح يا رب العالمين. ان شاء الله ويا شهاده طيبه ومشكورين الاخ محمد والاخ احمد على ما اضافاه وعلى ما تكلموا عليه اللي هي اهميه اننا نستشعر المسؤوليه، مسؤوليه التربيه، مسؤوليه ابنائنا، ثانيا اهميه دعمنا وتحفيزنا لهم وخاصه انه هذه الاعمال التي كنا قد كما نقولوا تذوقنا حلاوتها وعشناها خلال الشهر الفضيل حتى من الناحيه النفسيه ونرجعوا دائما الزاويه النفسيه الانسان حيحس هذاك الفراغ كانه ابتسام شتي تكوني معتاده على شيء طيب ومليح وكذا وهواء نقي وكلش ثم فجاه البعض يشعر باختناق. صح. البعض يشعر ولا يفهم علاش كما يقولوا ما يفهمش علاش راه يعيش هذه الحاله. صح. وبعض يجيه نوع من الاكتئاب الخفيف هي حاله مزاجيه عاديه لانه كنا في اجواء تفاعليه اجواء فيها الرحمه والان هذا الانقطاع المفاجئ الانسان ممكن ما يفيقش ثم يقول لك جاتني كذا وشوف واش صرالي ونحس السماطه البنه ما كاش هذا كله لانه هو لازم يراجع حسابه. وايضا نفسك وروحك قد عودتها غذيتها ايمانا حتى ولم تكن مواظبا مع
معناتها ما كنتش في القمة في العبادة في القرآن في الصلاة، لكن كنت محمي، كنت محاط بالأجواء في البيت كاين تلاوة، إلا أنت ما كنتش تصلي كما يلزم، واحد في الدار كان يصلي، إلا ماشي أنت ختمت واحد من أقربين كان ختم، كنت في الطريق تمشي لكن تسمع تراويح وغيرها، معناتها كانت البيئة الإيجابية اللي كنت فيها كانت تحميك. الآن البيئة الإيجابية راحت، نورها ما زال يستمر لأنه نور أنوار رمضان تستمر وتحفنا، لكن الإنسان لما يخلص البيئة الإيجابية اللي كانت كأنه ذلك الغشاء الذي يحمي، يجد نفسه عادة للحياة، عاد لتحدياتها، عاد لأشياء ما يفهمش وراه ما هو المفقود فيها. فالمفقود هي نفسك التي يجب أن تضعها كما نقول تضعها، وكي تضعها تضعها في الأماكن التي تليق بها، معناتها أهم في سجادتها في سلوكياتها حتى في التعامل، لأنه إذا تكلمنا عن الجانب العبادي السلوكي لكن في المعاملات أيضا، الإنسان الذي كان في رمضان ما يديرش نميمة، ما يديرش غيبة، ما يغضبش، يغضب ولكن يتحكم في الغضب تاعو، كان يصايم لأني راني صايم، أو يستعملوا لمواقع التواصل أو في كذا وكذا، يعني يحد من لأنه رمضان حاول يكون يعني يتصرف كأنه صايم طوال السنة. نعم، فما بالك الآن يعود إلى تلك العادات السلبية، وفي نفس الوقت أولادنا راهم يشوفوا هذا. للأسف ربما هذه العادات وهذه المظاهر، يعني المظاهر الإيجابية اللي كانت في رمضان تبدأ يعني تتلاشى وتنقص شيئا فشيئا تدريجيا إلى أن تختفي. فعلا يعني لذلك تماما. مهم أنه كل واحد في العائلة، كل واحد في بيئة العمل دائما يكون واحد مبادر، واحد سباق، لأنه هذه هي النفس تميل إلى الخمول، تميل إلى الكسل، تميل إلى الروتين، خلاص رجعنا عادي، لكن جميل أن يكون مبادر، أن يكون شخص إيجابي، شخص كما تكلمنا سابقا عنده ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي، أنه يحاول في البيئة الموجود فيها سواء بيئة عمل سواء البيت خاصة الأسرة أنه يجدد ولو بالقليل. معناتها مرة يلا نصلوا جماعة، نديروا العمل الخيري، خاصة الأعمال الخيرية في رمضان كانت ما شاء الله، والإنسان الناس يتسابقون، نتواصل، لأنه إذا كان شيء ينقطع فجأة راهي عواقبه على الأسرة، على المجتمع وعلى الفرد خاصة، لأنه هو ممكن لا يدري، من حيث لا يدري سوف تهتز نفسيته. وخاصة الآن بما أنه الأخ أحمد تطرق وتكلم على أبنائنا وعلى الامتحانات، مهمة جدا الرسالة اللي وجهها كأب وكمجرب، إن يقول لك سالم مجرب، لأنه أكيد أبنائنا إذا عاشوا الضغط، خاصة الآن اللي راهم جوزوا الامتحانات السنوية، يعني عادي ما نتكلموش على الامتحان تعليم شهادة تعليم متوسط أو الباكالوريا، راهم يسنوا النتائج تاع الاختبارات، و كما نقولوا الامهات راهم يحلفوا ولا الاباء راهم يحلفوا، سنا نشوفوا المعدل تاعك ثم بعد معدلك سنقرر. نعيشوا في هذا الخوف في هذا الرعب، فاذا جابوا المعدلات تكون جلسه مواجهه مع الابن تاعنا، اذا نجح واصاب وتحسن في المعدل اللهم بارك، فمكافاه وتشجيع وتحفيز، اذا كان فشل او رسوب لازم نعرف نتعامل مع الامر، اكيد يكون تنبيه، يكون كما نقولوا احنا الاب مليح يكون هناك حزم، لكن هذا الحزم ما يكونش بطريقه ممكن تاثر على نفسيه ابني، ممكن تخلي أبنائي يديروا تصرفات ما يوليش يحكي لي، يولي ممكن بعضهم يهرب، بعض يدير أشياء، والأولياء ما يفهموش علاش ابني راه يتصرف كذا، ممكن هو راه خايف من المعدل، ويكون أكيد اتفاق لسنة قادمة إن شاء الله. فيما يخص أبنائنا تاع شهادة المتوسط، اليوم هي اليوم الأخير إن شاء الله. فإن شاء الله ليهم كل التوفيق، أيضا لما يكملوا الامتحانات مش شدرتوا خدمتوا، نخلوهم لحين إن شاء الله، حتى لما يخرجوا التصحيحات على المواضيع فنتعامل بروية خاصة معهم لحين إن شاء الله كل أبنائنا يفرحوا. أما أبنائنا وطلبة الباكالوريا اللي راه أكيد الغول واللي راهم كل شبح يعني وغيره، فنقصوا من التهويلات، نقصوا من تضخيم الأمور، هو امتحان ككل امتحانات، هو جسر عبور إلى مشوار إلى مرحلة أخرى، يساعدك باش تكمل مشوار حياتك. إذا كان القلق والتوتر هو كما نقول وش بنيته في سنة كاملة، وأنا دائما نقولها لأبنائنا، ما بنيته في سنة كاملة لا تهدمه، لأنه لحظة قلق، لحظة توتر، لحظة تعاملك مع ورقة الامتحان هو الذي سوف يحدد أنت راجعت وحفظت كما يقولوا درت اللي عليكم، فلا تضيعوا. وأيضا رسالة الأولياء أنهم يحتووا الأبناء تاعهم في هذه الأيام دعوات، وأنه ما يضغطوش عليهم ولا حفظ في الدقائق الأخيرة، ما راجعتوه ما حفظتوه والله هو موجود في الدماغ تاعكم راه مخزن، فقط حافظوا على الهدوء على استرخائكم إن شاء الله، وربي المستعان وربي التوفيق إن شاء الله، وربي قدرنا على الثبات إن شاء الله ويثبتنا على كل ما هو خير وصلاح لنا إن شاء الله يا رب. آمين يا رب العالمين. شكرا لك دكتورة، بارك الله فيك، وأكيد الله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، نسأله تعالى أن يوفق أبنائنا جميعا يا رب العالمين، توفيق والسداد لكل الطلبة. نواصل أكيد مشاهدينا الأكارم، نتوقف مع هذا الفصل الإنشادي ثم نعود لنلقاكم.
من جديد مشاهدينا الأكارم، نحييكم ونرحب بكل من التحق بنا اللحظة. فقراتنا متواصلة بإذن الله تعالى إلى غاية حدود منتصف النهار، نستزيد فيها معرفة وعلما نافعا بإذن الله تعالى، أكيد مما يجود به أساتذتنا الأفاضل. فاللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. مسك ختام فقرة برنامج ضحى لنهار اليوم، أكبادنا مع فضيلة الشيخ يحيى بوشابو اختار لنا موضوعا تحت عنوان كيف نربي طفلا جادا. نلقاكم بعد هذا الفاصل القصير. اهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذنا الفاضل نرحب بكم ونقول لكم عيد مبارك، كل عام وانتم بألف خير. استاذ مرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله. اخت ابتسام، عيد سعيد مبارك، وان شاء الله تكون ايام المسلمين كلها افراح واعياد ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اكيد نتحدث دائما عن مسؤوليه تربيه الابناء، اكيد مسؤوليه اعداد يعني مواطن صالح هي نعم. مسؤولية كل أب وأم من خلال تربية الأبناء وتنشئتهم، تنشئة تضمن يعني استقامة سلوك الأبناء وأخلاقهم. سنتحدث اليوم عن جانب مهم ربما نغفل عليه في تربيتنا لأبنائنا، هو يعني كيف نربي أبنائنا أو كيف ننشئ ابنا جادا. نتحدث عن الجدية وأهميتها في شخصية الطفل، وربما كبداية فضيلة الشيخ ماذا نعني أو ماذا نقصد بالجدية في شخصية الطفل؟ جزاك الله تعالى خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. نعم، نريد الطفل الذي يتربى بأساليب تجعله في المستقبل جادا في حياته، أي يواجه الحياة بكل تحدياتها، لا يكون سلبيا في المجتمع ولا اتكاليا ولا طفيليا، إنما يكون فردا إيجابيا منتجا معينا لأمته ولمجتمعه، يأخذ الحياة بجدية بأن هذه الحياة عمرا منحه كي يقدم فيه شيئا لنفسه ولأمته ولدينه. فللأسف الشديد أن كثير من الآباء لا ينتبهون إلى سلوكاتهم مع أبنائهم في مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة، ما يسمى بالمراهقة، فينتج لنا بعد ذلك في بعض الحالات شبابا أو رجالا غير مسؤولين وغير جادين. وهذا من ما يترتب
عن السلوكات التربوية التي تلقاها في صغره، لأن كل سلوك تربوي يمارس على الطفل في مرحلة الطفولة أو مرحلة ما بعد الطفولة سيكون له بصمة في رسم ملامح شخصيته عند الكبر. حتى باش نبسط الكلام، يعني أبسط سلوك ربما بعض الأباء يديرهم على الأبناء تاعهم، أنهم بعض الأبناء يميزونهم على غيرهم في بعض المعاملات. قال هذا يشري له حاجة ويعطيه شيء ويقول هذا ما توريش لخوتك، وهذه كلها بلا ما يشوفوها خوتك إلى غير ذلك. صح، راح يربي فيه الأنانية كذلك. سيربي فيه الأنانية. إذا أردت أن تخرج شخصا أنانيا في المستقبل فاجعله مميزا عن إخوته في صغره، أعطيه امتيازات زائدة على إخوته في صغره، سينتج لك في المستقبل إنسانا أنانيا يحب أن يستأثر بالأشياء دون غيره. بالمقابل لو أن الإبن تاعك لما يحب يأخذ حاجة زايدة على إخوته تقول لا، كل واحد يأخذ حقه، وهذا حقك وهذا حق أخوك وهذا حق أختك، في المستقبل سينتج لك إنسانا عادلا يأخذ حقه ويعطي للآخرين حقهم. لو مشيت أكثر، هذا الطفل لو تعود منذ الصغر أن يشارك إخوانه احتياج أشياءه الخاصة ويمنحهم بعضا من أشيائه الخاصة، سينتج لك في المستقبل رجلا خيرا. صح. يؤثر غيره على نفسه ويساعد غيره ويمنحهم من ماله ومن حقه. ونعرف أن الطفل لما يكون صغير يكون أناني بطبعه، ودور هنا يعني تقع المسؤولية على الوالدين في تقويم هذا، يعني تقويم هذا الأنانية وهذا الأنانية السلوك وتعديل هذا السلوك. فالآن يعني سوف نتحدث كيف نصنع من أطفالنا الصغار رجالا جادين في المستقبل. نعم، أول حاجة لابد أن نربي أبناءنا على أن يتحملوا بعض الوظائف، نكلفهم ببعض الوظائف تناسب سنهم. في بعض الآباء من باب الرعاية الزائدة لا يكلف أبناءه بأي عمل، يقوم الأب والأم بكل الوظائف داخل البيت وخارج البيت، وينشأ هذا الطفل على أن كل احتياجاته موفرة أمامه دون أن يبذل أي جهد مقابل ذلك. لماذا؟ لوجود رعاية أبوية ورعاية أمومية توفر كل احتياجات. هذا سينتج لنا في المستقبل شخصية اتكالية، شخصية كما قال عنها القرآن الكريم كل على مولاه، أينما توجهه لا يأتي بخير. صح. لأنه لم يتعود على الإنجاز، على العمل، على القيام بالوظائف. لكن لابد أن نراعي سن الطفل، سواء كان في مرحلة الطفولة أو ما بعد الطفولة، فنكلفه ببعض الوظائف التي تناسبه. فمثلا في مرحلة الطفولة، يعني الطفولة المبكرة، يكلف بترتيب لعبه وأدواته في البيت، يكلف بالحفاظ عليها. لما يكبر شوية يكلف مثلا بترتيب غرفة نومه لوحده، ترتيب ثيابه، ترتيب خزانته. لما يبدأ في مرحلة الدراسة يكلف بأن يراجع لنفسه. احنا من باب تعويد الأبناء على الاتكالية ماشي غير نراجع معه، نراجع له، نراجع له، ليس نراجع معه. يعني الوظائف والواجبات المنزلية فيها أمهات ولا أباء هم اللي يقوموا بهذه الواجبات. نعم، حتى صار عندنا بعض الأبناء لا يستطيع أن يراجع بمفرده. صح. إما أن تراجع معه أمه أو أن يراجع مع الأستاذ في دروس الدعم، أما أن يبادر هو من تلقاء نفسه ويواجه، يكون عنده تحدي اللي هو مجموعة من الواجبات يؤديها، يواجهها ويأخذ هذه الواجبات ويبدأ يقرأ ويحل بمفرده ويتحمل مسؤولية الأخطاء تاعه إن أخطأ، ويأخذ ثمرة النجاح إن أصاب. هذا كثير من الأبناء صرنا ما نعونوش بهالطريقة، وهذا يعطينا في المستقبل أفراد اتكاليين. فلهذا نصنع الجدية في الطفل بأن نكلفه بالوظائف التي تناسبه. لما يبدأ يكبر شوية، لما بلغ معه السعي كما قال رب العالمين في حق إسماعيل وإبراهيم، يبدأ يكلف بأشياء خارج البيت. يروح مثلا يبدأ يشتري لأمه بعض الأشياء، الأشياء البسيطة من عند الدكان، ثم يبدأ يروح للسوق
يشتري مع أبيه في السوق، حتى الأشياء الكبيرة يتعلم يشتري الخضار، يتعلم يشتري اللحوم، فهذه الأمور ستعطيه جدية في المستقبل. ونلاحظ كذلك أن الأجيال السابقة أبائنا وأجدادنا تحملوا المسؤولية في سن يعني مبكرة مقارنة بأبناء اليوم، وهذا اللي أعطاهم في المستقبل شهامة. نعم، وأعطاهم صارت فيهم صفة الجدية سواء في النساء وفي الرجال. تصيب المرأة تتزوج صغيرة وتتحمل مسؤولية بيت، والرجل يتحمل كذلك مسؤولية أسرة وهو صغير. الآن بهذه التربية الخاطئة وهذه السلوكات الخاطئة صار الواحد يلحق إلى 20 وتجاوز 20 سنة ما يعرف يشري حتى في السوق، لا يحسن الشراء حتى في السوق، كيف يؤسس بيتا؟ وكذلك المرأة كيف تتحمل مسؤولية بيت وأسرة وأولاده هي في مرحلة العشرينيات من العمر؟ لهذا شفنا الآن سن الزواج تأخر، هذا واحد من أسبابه أن الجدية نقصت في الجيل الصاعد. صار يعني الرجل يلحق 30 سنة يقول ما زال صغير على الزواج، البنت تجاوز 25 28 سنة تقول ما زلت صغيرة على الزواج. لماذا؟ لأنها ما تعودتش على الجدية في الحياة. فلهذا من الوسائل التي نربي بها أبناءنا على الجدية التكليف بالوظائف، لكن نراعي فيها السن بدءا من الطفولة إلى مرحلة ما بعد الطفولة إلى مرحلة الشباب، لكن دائما لابد أن يكون للولد وظيفة يؤديها، يشغل داخل البيت وخارج البيت، فيتعلم بأن الحياة جد، بأن الحياة عمل، الحياة مش كل شيء متوفر أمامك، الحياة مش كل شيء يسير وسهل، لا، وإنما تحقيق الأشياء يحتاج إلى بذل الجهد. هذه أول حاجة نربي بها الأبناء تانا على الجدية. الأمر الثاني الذي نربي به أبناءنا على الجدية أن نعاملهم بنظام المكافأة والعقوبة. إن أدوا الوظائف وأنجزوا الأعمال يكافؤون، إن قصروا وأهملوا يعاقبون. هذا راح يعلمه واحد المبدأ مهم جدا في الحياة، وهو أن سنن الحياة ليست حيادية مع الإنسان. سنن الحياة إما أن تكرمك وإما أن تهينك، إما أن تجازيك وإما أن تعاقبك. ما كاش سنن الحياة حيادية، بمعنى أنت تقصر ولا تتلقى العقوبة، أو تجتهد ولا تجني ثمرة، لا. سنن الحياة تقول بأنك إذا زرعت تحصد، إذا اجتهدت تنال، إذا قصرت تخسر، إذا قصرت تعاقب. هذا المبدأ وهذا السلوك لابد نربيه عليه أبنائنا. الأب والأم كيشوفوا الإبن تاعهم أدى الوظيفة تاعه ونجح فيها لابد أن يكافأ ولو بمكافأة بسيطة. تبدأ من المكافأة المعنوية، بالفرح به والابتسامة معه وتشجيعه ووصفه بالألقاب الطيبة والحسنة، أنجحت، نجحت يا بطل، لقد فزت، لقد كذا. هذه الكلمات المعبرة المعنوية تشجعه على الإنجاز دائما. ثم المكافأة المادية، إذا كان هذا الولد أنجز الوظيفة التي كلف بها لا بأس أن الأب لا دير له يعني شحيحة في البيت، ولا يضع له بعض النقود فيها زيادة على المصروف اللي مولف ياخذه، أو كان طلب منه أن يشتري له شيء يقول له ما دمت قد أنجزت فسأشتري لك، أو يأخذه في رحلة ترفيهية قال ما دم أنجزت سنذهب إلى رحلة ترفيهية. خلي الأشياء التي تقدمها لابنك كمكافآت لإنجازاته، فهذه المكافآت تجعله دائما طموحا إلى الإنجاز، يتشجع. وفي المقابل إذا قصر أو أهمل لابد يعاقب، لو كان ما يتعاقبش وما يخلصش أو راح يظن في حياته بأنه لما يقصر وما يأديش الواجب تاعه ما يصير له حتى شيء، وهذا خطأ. إذا ما اجتهدش راح يدفع ثمن فاتورة تقصيره. فإذا كان الولد أهمل وظائفه التي كلف بها من البيت في الأسرة من عند الوالدين ولا الوظائف المدرسية لابد يتلقى العقوبة. تبدأ بالعقوبة المعنوية، والعقوبة المعنوية لا نقصد بها الشتم أو التحقير أبدا. لا شتم لا تحقير لا تعنيف لا أوصاف تحطم المعنويات، لكن من العقوبة المعنوية أنني ما نضحكش معه، ما نبتسمش معه، لا أكلمه، أهجره 3 أيام، لا أكلمه 3 أيام، عقوبة مشروعة، هجرة 3 أيام سيشعر بها. فتبدأ بالعقوبة المعنوية إلى العقوبة المادية. العقوبة المادية أحرمهم بعض الامتيازات، إذا كان عنده مثلا في البيت عنده لوحة إلكترونية يلعب بها في فترة معينة أخذها منه مدة أسبوع،
وهكذا يعني الإنسان له كيف يعاقب ابنه ماديا ببعض الأشياء، لكن ليس بالضرب كذلك، لا 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 ضرب ولا تعنيف ولا شتم، نعم هذه له، هذه مش عقوبات، هذا تحطيم لشخصية الطفل، وإنما يكفي أنك بعض العقوبات المعنوية كالهجرة، هذا أمر مشروع، تهجره مثلا ما تكلموش يوم، ما تكلموش يومين، ما تكلموش ثلاث أيام، ما تفرحش به، سيتأثر الولد. ثم كذلك تحرم من بعض الامتيازات. فالأب إذا علم والأم الابن تاعو بأنه إذا قصر راح يدفع فاتورة تقصير، أو راح يتعلم بأن الحياة هكذا كما عمله والديه، الناس سيكونون أقصى عليه لأن الوالدين أرحم به من غيرهم، فيتعلم بأن في حياته إذا قصر سيدفع فاتورة تقصيره، فيتعلم دائما أنه النتائج تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جد. فإذا نظام المكافأة والمعاقبة يخلي الولد دائما جد، ينظر إلى الأشياء بأنها مش حيادية، إما أن تعطيه وإما أن تحرمه، تعطيه مقابل العمل وتحرمه مقابل الكسل، فلهذا تخليه دائما جاد. هذه الطريقة الثانية أو الأسلوب الثاني اللي ممكن نربي به أبناءنا على الجدية. فيها أسلوب ثالث أو طريقة أخرى نتعامل بها مع الأولاد باش يعني ينشأوا على الجدية، وهو أن نعلمهم قيمة الزمن من خلال وضع برنامج زمني للأعمال اليومية وإنجازاتها. فمن ملامح الشخصية الجادة أنها تثمن الوقت، تعطي قيمة للوقت، ما تضيعش وقتها، ما تعتبرش الحياة هذه بلا وقت، خاصة أنه الأطفال يعني في يعني أيام عطلة هذا نعم. أيام إن شاء الله. فمن السلوكات الخاطئة أن الولد يرقد في أي وقت وينوض في أي وقت ويلعب في أي وقت ويأكل في أي وقت، ما عنده حتى نظام، هذا مش دير قيمة للوقت. لابد أن نعلمه أن ال 24 ساعة هذه التي منحناها كل يوم 24 ساعة ثمينة، وأن كل وقت فيها له عمل يليق به ولا بد أن نؤديه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، النوم سبات، فبالتالي عدنا الليل للنوم وهوش للسهر، يبقاش الولد والأطفال يسهروا للزوج تاع الصباح ثلاثة تاع الصباح وهو فقط مع الألعاب ومع التلفاز، هذا مستحيل باش يخرج لك إنسان جاد. أو في الصباح ينام حتى العشرة الحداش تاع النهار، لا كذلك، لازم يتعلم باللي فيه أوقات لابد أن نؤدي فيها واجبات. الليل من أجل النوم والنهار من أجل العمل، وكل وقت عنده العمل تاعه، عنده مواعيد الطعام، عنده مواعيد الدراسة، عنده مواعيد الترفيه، عنده مواعيد اللعب، عنده مواعيد المطالعة والتثقيف، عنده مواعيد الصلاة.